معكم الدكتورة سميرة من السودان، أخصائية نساء ولادة تعمل في اليمن. فحوارنا معها عن منتجات دي اكس ان وتجاربها معها. اهلا وسهلا. طبعا انا عضو قديم في دي اكس ان واستخدمت المنتجات. يعني اول حاجه بصفه شخصيه في البيت على الاسره علي انا شخصيا، وبعد ذاك على بعض المريضات في العياده، وكانت في نتائج كويسه. يعني التكيسات، المبايض، عدم انتظام الدوره، عدم الانجاب. فكنا في البدايه بنجيب لهم المثلث الزهري وبنضيف الكورتيسيل. طبعا مش بين يوم وليله. عفوا عشان الناس يعرفوا ايش هو المثلث الذهبي. المثلث الذهبي المورينزي والرايشي ومعاه الاسبرولينا. طبعا دي اهم خطوه في البدايه. وبعد كده بنضيف لهم الكورديسيبس مش بين يوم وليله، مع الزمن. يعني الواحد ما يمل او يقول من اول شهر ما في نتيجه ويوقف. شهر، شهرين، ثلاثه، اربعه، سته شهور ان شاء الله بتكون في نتائج، في معانا يعني نتائج كويسه. كلهم يعني اغلبهم اللي ما كان في انجاب حصل ان شاء الله باذن الله. اذا هو مكتوب ان شاء الله. نعم. طيب طريقه الاستخدام اللي اتبعوها؟ طبعا تدريجيا، ستيب باي ستيب. الاسبرولينا مثلا ثلاث حبات الصباح، ثلاث حبات الظهر، ثلاث حبات الليل، يعني كفايه. بعد كده في ناس بيزيدوا الجرعه، ممكن يعملوها 9 10 10 في الجرعه الواحده، ممكن برضه. هذا فقط الاسبرولينا؟ الاسبرولينا. الرايشي ملعقه صغيره الصباح، ملعقه صغيره المساء، تخلط مع المورينزي، ممكن نضيف لها نص كوب ماء وتشرب قبل الفطور ممكن وقبل العشاء مرتين في اليوم كفايه، مع شرب الماء الكثير ان شاء الله يكون. طيب دكتوره، بالنسبه للعقم هذا، هل هذا العقم ناتج عن خلل في المبايض ولا ايش السبب يعني؟ يعني اغلبهم اللي احنا الحالات اللي طبقنا عليها السيستم حقنا او البرنامج حقنا معهم تكيسات في المبايض او انسداد في الانابيب، ويعني بقدره الله مع المركب بيكون في نتائج طيبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. فاتمنى انكم لو في حد من الاهل، من الجيران، من الاصحاب، خليه هو مش خسران حاجه، يجرب وان شاء الله بتكون في نتائج كويسه باذن الله. باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا دكتوره. ان شاء الله نسمع نتائج كويسه. وهذه رحله موفقه مع اعضاء دي اكس ان في لينكاوي ماليزيا في تي اس اي بي 2013. شكرا شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي كمان ان شاء الله. ان شاء الله تركيا. ان شاء الله. ان شاء الله نلتقي في تركيا. ان شاء الله. حياك الله. مع السلامه. مع السلامه.